حط عيال حط عيال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته والتابعين وسلم ربنا تسليما كثيرا. تبين في الجلسه الاولى أمور لها علاقة بتعطيل الزواج، أمور أخرى لها علاقة بالطلاق وبأسحار في الجسد، تبين أشياء كثيرة. وتبين كذلك من خلال قراءة ما تشعر به الأخت وكذلك الأبناء إخوتها أن الإصابة لها علاقة بالأصل بالأم، وهذا كان فقط من خلال قراءة ودراسة لما سمعت، مع أن الأم لا تشتكي من شيء ولا تعاني من أمر، لكن قلت أن الأمر يرجع إلى الأم، فيها سر مشترك يجمع بينها وبين أبنائها وبناتها أيضا. وتبين فعلا أن الأم تشتكي من سحر اليهود ونجمة اليهود وعهود اليهود على الأجداد، تبين هذا حقيقة. ونواصل السيرة بإذن المولى جل وعلا، ونذكر كل من جاءوا إلى هذا الأبدان من الثعابين والحيات والكرهات، وقد ذكرنا في الحصة الماضية أن الإبرة شعرت بإحساس السجود والذية، وقلنا هذا الإحساس نابع من كون أن من يسكنها يريد السجود لسيده وكبيره في بدنه، وهذا وجب أن نبين. إذا إحساس الفتاة والشاب للسجود لأمها هو إحساس من يسكن الإبن لمن يسكن الأم، وهذا وجب أن نبين. وقد تبين بفضل الله جل وعلا سحر الموت والقتل والانتقام والدمار والشتات والجنون، وهذه كلها أمور تعاني منها الأسرة أو البيت باختلاف الأفراد، وأن ثمة إبليس يهودي كبير ساحر بسحر اليهود على نجوة اليهود في الأم. وتبين أن ثمة جن وشياطين في الإبنة من أجل الذلة ومن أجل التعطيل، وأن هناك أصحاب على شعرها وعلى صورتها وعلى آثارها سكنت جسدها. إذا هناك أمور محسوسة وأخرى معلومة، وجب أن يسكن من يسكن البدن، وأن يأتي إلى الله جل وعلا إذ تجلى السكينة والسكن بإذن الله تعالى. فهم الآن في الأبدان يسمعون، هم في الأبدان سكنوا سنين وظنوا أن الغلبة لهم وأن لن يقدر عليهم أحد. شياطين القبور، شياطين الدماء، أصحاب اليهود القديمة على الأم وعلى أبنائها وبناتها. السحر الذي جاءوا به كان عظيما،
ولهذا الأبارزة تصبر من أجل بقائه، لهذا الأبارزة تصبر نفسها من أجل الظفر به. ولهذا نذكر خدام الزهرية والزهرية ومن يسكن الابن والأم والأبناء الذين في بعد الآب بل آخر، أي نعم نذكر أصحاب السلالة والزهرية من يسكنون هذا البدن ويسكنون هذه الأبدان بسحر قوي وعظيم، سواء ممن هم الآن اتحدوا بتقارب الأبدان أو توافقوا واتحدوا باختلاف المسافات وبعد الأبدان، فالسر واحد والأصحاب واحدة الأصلية، وإن كانت أصحاب أخرى جاءت بعد السحر الأول كي تزيد تعقيدا وتزديد قوة لمن سكن الأبدان، سحر القريبات وزوجات أخي سحر الحاسدات، وزوجات الأخ سحر الرباط وسحر المقبرة والمأكول والمشروب، كل هذه أصحاب بإذن الله تعالى سنأتي عليها إن شاء الله جل وعلا في هذه الجلسة. فعندنا أصحاب علمت وأخرى لا زالت خفية مع شياطين أقوى وهم من في الأم. فنذكر طاعة لله اليهود من جاءوا بسحر اليهود، إني أذكر شياطين اليهود التي جاءت بأصحاب اليهود. فاسمعوا وعوا جميعا معشر الجن، ربنا سبحانه حرم السحر، حرم ماذا؟ حرم السحر، أقولها وأكررها، الله حرم السحر، ربنا سبحانه حرم السحر، الله حرم السحر، ربنا حرم السحر سبحانه وتعالى، ربنا حرم السحر، الله حرم السحر، واليهود أرادت سحرا، واليهود جاءت بسحر، واليهود جاءت بسحر، الله حرم السحر، واليهود جاءت بسحر، الله حرم السحر، واليهود جاءت بالسحر، الله حرم السحر، واليهود جاءت بالسحر، الله حرم السحر، واليهود جاءت بالسحر. فاسمع واعلم ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، فئة أسلمت لله لا تريد جهنم، فئة آمنت بالله كل الجنان وطاعة الرحمن، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر. اسمع واعلم، اسمع، إن الذين ماتوا كفار من أحد
سنين إلى يهوده ساحر تعلق بالأم فسكنها فسعر الأم من أجل أن يذلها سكن الأم فأثر في أجنته وأثر في أبناء أثر في عقول وأثار يذل الأم يهودي يسمع ثوارا لم يجل أعراضا يهودي ثوارا في الأم ساحر إلى ذاك اليهودي الساحر إلى ذاك اليهودي الساحر إلى ذاك اليهودي الساحر الذي ينتقض الآن في بطن الأم الذي سكنها قهرها ذلها هانها علمها الذي يسكن الأم الذي جاء بالمغروف من بطنها على أجنتها الذي جاء بأسهم بسجون بقيود على بطنها على أجنتها الذي يسكن الآن ببطن أم جاء على أبنائه فعشقهم أحبهم عاقب عليهم عاقب عليهم عاقب عليهم أذلهم من بطن الأم. إننا نذكر بإذن الله جل وعلا إن البيت يعذب من صغير إلى كبير ومن كبير إلى صغير. أي نعم ولم يظنوا قط أن الأم هي الأصل في العصابة أن الأم هي الأصل في العصابة ما ظنوا هذا أن الأم هي الأصل في العصابة الإبنة مصابة والإخوة كذلك عندهم إصابة وما ظنوا أن الأم مصابة لا أعراض ولا آلام لكن الشياطين فكرت لتراقب من الأم لتحزن قلبها لتضيق صدرها. نعم عمل بإتقان محكم يهود غاصبون بذلة بسحر بعذاب بذلة بسحر بعذاب شياطين سحرة شياطين سحرة شياطين كفرة شياطين سحرة شياطين كفرة شياطين سحرة شياطين كفرة شياطين سحرة شيطان يهودي ساحر 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 بحسنه ساحر على الرقي ساحر على الرقي ساحر على الرحم ساحر على الرأي ساحر إبليس 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 يهودي ساحر إبليس 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 يهودي ساحر 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 إبليس 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 يهودي ساحر إبليس يهودي ساحر جل الله سكت الأم هنا السر جلساء والمرأة أمامي قلت لها الأم مصابة مصابة كيف للأبناء جنون كيف تعطي طلاق أكثر من الزوج الإبن يضع الذلة والأم ينتفض اليهودي الساحر هذا هو السر لجعل البيت في ذلة يهودي يهودي قوي بسحر قديم يسكن الأم ما قلت في حصتك له قال لي أنا لما جئت إلى المغرب ليعالج ابنتي ليست عاجية بنتها قالت ابني الذي عنده جنون في أوروبا أصبح شيء خفيف ولا شيء قلت أنت مصابة لأن الذلة تري الذلة عيانا أنت تري الذلة عيانا بقرب بجوار بمجاورة وملاصقة ومعاينة لا
إذا ما ذنبه ذلك الإبن في أوروبا مجنون دائما يأخذونه حتى أصبح يفور أخذوا إلى الأمر العقلي الآخر تعطيه. هذه طرح أخطر من الزرق الأم صبر واحتساب مع الألم. علم شيطان ساحر في الأم يهودي والإبنة فيها من أسلم فيها من عقيده. رسالة لا أقول لك يا يهودي إما أنك ستتكلم وإما تحرق اختر تكلم ولا لا عجبتها صح لا أم طيبة مسكينة صابرة نيس أقدامي تواضع طيبوت سمع والجن فيها ينخر عظامها وأبنائها وهي ما عرفتش شو ذكاء الجن هي لا تشعر بشيء لكن أسكن كما أعذب أبنائك شيء غضب هذا لابد أن يتقل بس العلاج تجديد الكبير في الأب والأم وجالس الأب يتكلم الأب وجيب من تعالج هو المريض هو اللي عنده كل المرض لكن الرأس الحربة يكون في الكبير الرأس صار كبير لا يعيده معه اعتاد على الآلام اعتاد على الجرح اعتاد على الأحزان خلاص تأقلم معه كأنه ما عنده العلة العلة فيك الأم المصرقة خطوة من أول مرة مرت الأم فتبين الأمر الحمد لله رب العالمين. فأقولها لليهودي صعد إما الصعد وإما العذاب خلاص لن نتوقف صعد ولا ما صعدش معقول اسمع إبليس يهودي ساحر شيطان يهودي ساحر. طيب إبليس يهودي ساحر هاي أكل يعني الأم علم وحدة يا الله بسم الله الآن أبين لك إبليس يهودي ساحر والشيطان يهودي ساحر هاي أنا أبين لك الآن هاي هاي يصعب يهودي كبير إبليس يهودي في أمي هاي إلا أنت ما عزبتياش إلا لا لا يا صاحبي هاي هاي ما زال مشتوي هاي عزبتي الأم المسكينة سنين أحزان أبنائها أحزان في البلد أحزان فأعراق الأحزان صح لله زين ساحر يهودي عقدتها وعقدت أبنائها ساحر على أبنائها متنقل ها مشترك سحر عظيم متنقل تنقل في أبنائها وبناتها أشرت الأم والبنات التعذيب ساحر قوي عقدتها وعقدت أبنائها وبناتها عقدت الجميع عقدت الأبناء وعقدت البنات صح؟ طيب عقدت الأبناء وعقدت البنات طيب صح لا؟ عقدتها أمرت الأم وأمرت البنات طيب هي اصعد بإذن الله قلها لله قل أستغفر الله قل عذبتها وظلمتها وآذيتها صحرت الأم صحرت الأبناء وصحرت البنات
جاءوا بسحر عظيم، عهود على الأجداد، عهود على الأجداد، موروث من الأجداد، عهود على الأجداد، موروث على الأجداد، سحر الأجداد، لا زال موصول من الأجداد، سحر على الأجداد، أبارس من الأجداد، أبارس من الأجداد، أبارس على الآباء 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 من الأجداد، على الأمهات من الجدات، أبارس على الأجداد، أبارس على الأجداد، سحر عظيم على الأجداد، سحر على الأجداد، حصون لك
بإذن الله عز وجل حصول تلك 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 بإذن الله جل وعلا حصول تلك بإذن الله جل وعلا حصول تلك بإذن الله تعالى حصول تلك حصول تلك حصول تلك حصول تلك حصول تلك بإسم الله الإسم العظيم 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 الله بسم الله تلك الحصون بسم الله تلك الحصون بسم الله تلك الحصون بسم الله 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 الأولى لكم سمع وطاعة بالمعروف سمع وطاعة بالمعروف سمع وطاعة بالمعروف هيا يا الله لا إله إلا 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 الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا
حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ملك اهتنى بجنوده ملك يهودي اختنى حسنه في حسنه في جنوده Slow.
على دم السنانة، على مغدد السنانة مسؤولي يهودي، مسؤولي يهودي بالذبح والدم. ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير، فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أتسمع ساحر يهودي جاء بسحر عظيم من أجل الذلة والمهانة والاحتقار تملك سحر الذبح والدم على الأجداد قديم على الجدات قديم، سحر قوي عظيم على الأجداد عظيم قديم وعلى الجدات عظيم قديم. فاسمع رسالتي إلى كل قرد إبليسي وإلى كل قرد إبليسي إلى كل قرد إبليسي عاشق إلى كل قرد إبليسي ساحر إلى كل قرد إبليسي تنقل بين الأم والإبنة، تنقل بين الأبدان لا يرى بخفة وسرعة وقوة، إلى كل قرد نسوري إلى كل قرد نسوري تنقل بخفة وبسرعة بين الأم والإبنة، تنقل في سرهما وعشقهما ورحمهما ومضيعتهما بقوة إلى كل كرد يسمع إلى كل كرد إبليسي بصوته بحركاته بخفته بشعره أيها الغريب
الذلة قرب الذلة قرب الذلة قرب الذلة للمهانة والذلة أيها القرض العظيم أيها القرض الساحر أيها الإبليسي الساحر سكنت الأم والابنة تنقلت بين الأبناء والأم سحرت الأم في الأبناء والأم تتنقل في الأبناء في الابنة في البنات في البنات والأم وفي الأبناء والأم حيثما كانوا الذلة مع أي زوج ذلة في أي زواج ذلة في أي سفر ذلة في أي موضع ذلة مع الناس ذلة في المال ذلة في الجمال ذلة في النور والقبول ذلة أيها القرد قرض كبير بسعر على الأجداد ذرية قديمة ذرية قديمة عهود قديمة ذرية قديمة ذرية قديمة في الجنة قديمة في الأم قديمة في الجنة قديمة في الأم قديمة ذرية قديمة ذرية قديمة في الجنة قديمة في الأم قديمة رسالتي إلى ملوك سكنوا سنين وهم الآن على العهد والوعد والكفر ومنهم من أيقن بالإسلام لكن يخشى قتلا وموتا وهلاكا يخشى عدوانية وظلما وانتقاما أي نعم يخشى الانتقام يخاف من انتقام الأبارسة يخشى صيفهم غدرهم حبسهم سجنهم أسرهم نعم يبكي الآن قرد عظيم قردة جاءوا إلى الأجداد والجدات والآباء والأمهات وهم الآن حتى في الأبناء والبنات قردة وأبارسة عهدها طويل جنون هديان نسيان أبارسة أشداء وأقوياء أرادوا الإسلام والإيمان والإحسان لكن يخافون من غضب إبليس كبير يخافون من سحر ساحر كبير يخافون من أقفاله وسلاسله وحديده يخافون من حبسه وسجنه وقتله وموته نعم هكذا هي الأمن تريد أن تقدم لكنها تخشى الهلاك فتقول أصبر نفسي أعذب أبدانا ولا أموت ومغفور لي ما صنعت تقول حتى أنا مأمورة وحتى أنا مظلومة فأنا من جاء بي سحرهم عظيم وعهدهم عظيم وأرى ما لا يرون أرى بأسهم وشدتهم إنهم أبارسة غلاظ شلل إنهم أبارس أقوياء إنه سحر عظيم إنه سحر أسود إنه سحر نجس إنه سحر خبيث إنه سحر عظيم جاء للشتات في الأجداد ولا زال على الآباء والأبناء لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Thank you.
أشهد أن لا إله إلا الله. قالوا هذا في قلوبهم حب الله والقوة في الخيرات، أقدمهم الله دون أي خوف من ساحر من شيطان. أقول هل الكرمي أقبل على رب كريم غني قوي قادر. أيها القرد، أيها القرد أقبل ولا تخف ولا تخشى من ذي العرش الكبير. أسلمت لله. القرد أسلم لله. القرد آمن بالله. القرد وحد الله. القرد فعل لله. لا القرد قالها لله، لطالما عزمها واختفى داخلها 30 سنة، لطالما اختفى داخلها يتنقل في بدنها وبدن أمها على الأم وإنجابها على الأم وذرياتها. أيها القرد فك العقد، فك العقد، أيها القرد فك العقد. في المؤمن ذو الرحم في المبادر في كل شق في كل جائحة. فك العقد في الرحم، في الرحم يفك العقد. في المؤمن ذو الرحم فك العقد. موضع العقد أنت تعلم وأنت تراه. فكها وحلها طاعة لله جل في علاه تؤجر. أيها القرد في الرقبة في الناصية في القضاء في القافية. فك العقد يرحمك الله وأصل بإذن الله تعالى. فك العقد بإذن الله في الذلة في الجمال في القوام في العلم في الفهم في العمل في المال في الخبرة في الزواج في الولد. فكها طاعة لله جل وعلا. لا سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إنا كنا من الظالمين. إنا كنا من الظالمين. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. استعينوا بالله واصبروا. استعينوا بالله واصبروا. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. بسم الله. بسم الله. بسم الله نجعلها في الرحم، في رحم معقد، في رحم نسهر، في رحم نغرق للأبارزة نغرق للأبارزة نغرق. سيد الرحم، سيد الرحم، عقاد في الرحم. بسم الله. بسم الله نجعلها على سحر في الرحم،
في البطن والرحيم، في البطن والرحيم، في البطن والرحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نجعلها على سير في البطن والرحيم، في البطن والرحيم، في البطن والرحيم، في البطن والرحيم. بها يبطل كل سحر عظيم 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 عظيم. في البطن والرحيم، في البطن والرحيم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، فجمع السحرة، فجمع السحرة، فجمع السحرة، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم، قال نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة، 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 السحرة ساجدين. سحرة الزلة في الأبدان، سحرة الهان. بسم الله. فألقي السحرة ساجدين، 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 السحرة ساجدين. ما كانوا قبل حل الذلة رفعت للذلة، لكن رفعت لله. أرادوا أن يذل لكن قالت لله. سحرة سجدوا لله، أشهدوا أن لا إله إلا الله، وأشهدوا أن محمدا رسول الله. عاهد الله عز وجل أن تكون مفاتيح بر ونور وبشر وخير طاعة لله. عاهد الله أن تلبوا نداء الله. عاهد الله أن تكون سمعاً طاعة لله. عاهد الله أن تكون على أيديكم بسائم البشر والنور والفتح والشفاء لله. قلوا هل لقد ظلمناهم وعذبناهم وآذيناهم. فتحت الذلة والحصول في الأم وفي الإبنة طاعة لله. قلوها لله. أبكيناه، أحزناه، شتتناه، فرقناه، طلقناه، أمرناه. قلوها لله. عظم الله أجركم وثوابكم. لله عهد ووعد بالإسلام والإيمان. لله الأمر بالإحسان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
فيها تحل قد في أبدان قوية عقد في أبدان قوية عقد في أبدان قوية عقد في أبدان قوية على الأم قوية تفك وتحل بسم الله بسم الله تفك وتحل الحمد لله الذي جمعنا على الهدى فيا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن أنيبوا إلى الله عز وجل واستعينوا بالله تعالى واعلموا أن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ولا زلنا بإذن الله نواصل السير بتوفيق الله في فتح العقد والأسرار وإبقاء الأسحار حتى ترى معالم البشر علانية وتجلى بإذن الله علامات السعادة علانية بتوفيق الله تعالى والحمد لله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد